ازيك يا صاحبي؟ من النهاردة هتشوفني كتير اونلاين علشان بقى عندي دي اس ان من اي ام، وعن طريق اي ام اشتغلت في المكان اللي بتمناه وبقيت اهم واحد في الشغل الجديد بعد الويب سايت اللي عملته للشركة، وبرضو عن طريق اي ام. اي ام مش بس خدمة انترنت، دي حياة كاملة هتعيشها واحلام كتير هتحققها. ما تخليش الغربة تنسيك الايام الحلوة. اي ام حياتك اونلاين. الطبعة الأولى في قناة دريم، أهلا بكم. مهرجان القاهرة الدولي للعلوم، يا ما سمعنا عن مهرجان القاهرة الدولي للسينما، للإذاعة والتلفزيون، للمسرح، لحاجات كتيرة طبعا مهمة للمجتمع ورائعة في المجتمع، إنما عمرنا ما سمعنا طوال السنوات اللي فات عن حاجة اسمها مهرجان القاهرة الدولي للعلوم. المهرجان ده بقاله أسابيع شغال في مصر، وقدامه كمان وقت، ومستشار العلم الدكتور فاروق الباز، وبيعقد في الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة ومؤسسات بحثية حكومية ومستقلة عديدة. النهاردة اتشرفت ظهيرة اليوم بأن رحت الجامعة الأمريكية في القاهرة وترأست إحدى جلسات هذا المهرجان المميز بدعوة من الدكتور علاء إبراهيم، وهو أستاذ فيزياء الفضاء في الجامعة الأمريكية في القاهرة. وانا الحقيقة انبهرت مش بس بالنخبة العلمية الرفيعة اللي كانت على المنصة، واللي بتأكد ان مصر فعلا عظيمة وتقدر في لمح البصر 60 دقيقة فقط مصر اشتغلها كويس تقدر تطلع للأمام. مصر مش محتاجة معجزة، مصر بمنتهى البساطة تقدر تكون دولة عظيمة ومميزة. مش بس النخبة الرائعة من علماء مصر الأجلاء اللي كانوا موجودين على المنصة، وإنما كمان الولاد الصغيرين اللي في إعدادي واللي في ثانوي واللي في الجامعة، اللي كمان شاركوا في مهرجان القاهرة الدولي للعلوم. فيهم طالب في إعدادي اسمه وحيد الأشرف الجبري، 14 سنة، طلع على المنصة كأن أوباما بيتكلم، عارف يقف إزاي ويبص للكاميرا إزاي وللناس إزاي، وكلم بلباقة رائعة وتكلم عن اختراع هو بيفكر فيه لمساعدة بعض الناس، كلام علمي بيقوله. مجرد بس شاب، أقل من شاب، 14 سنة في إعدادي، يطلع يتكلم بالجرأة دي والتميز ده وفهم في العلم، ويقدر يتكلم 10 دقائق متصلة بمستوى رفيع كأنه محاضر في الجامعة. ده نموذج فقط من نماذج كثيرة جدا شاركت في هذا المهرجان. اللي دايما بقوله وهنظل نقوله ان مصر عظيمة باقصر مسافة ممكنة وباقل زمن ممكن، ودايما لازم نكون على يقين ان في مصر لسه الحضارة ممكنة. ابرز عناوين الصحف المصرية غدا في صحيفة الوفد: الرئيس حسني مبارك يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات، وصفوت الشريف ينفي وجود صفقات مع الإخوان المسلمين، وغدا قمة إفريقيا فرنسا برئاسة الرئيس مبارك والرئيس الفرنسي ساركوزي، ومصرع وإصابة 4 بسبب نقص مياه الري. وغدا في المصري اليوم، الصادر في قصر الإليزي تقول أزمة مياه النيل ليست على جدول أعمال قمة إفريقيا فرنسا، ومصادر دبلوماسية تقول الرئيس مبارك قد يلتقي زعماء دول حوض النيل. المستشار جودة الملط يشكل لجنة لبحث الاستيلاء على الأراضي، والتعديات وصلت 2.5 مليون فدان. الدكتور السيد البدوي يبدأ رئاسته لحزب الوفد بزيارة الجريدة ويتعهد بتطويرها دون تغيير قيادتها. ووزارة الطيران المدني تحذر من كوارث جوية بسبب أخطاء المراقبة في الدول المجاورة. والركود يجبر مصانع الحديد على تخفيض أسعار الحديد 300 جنيه في الطن. وإضراب 2000 صيدلية في محافظة الغربية، و30 من مرضى الفشل الكلوي بالمنوفية يتجمهرون أمام المحافظة. 220 بلاغ ضد تاجر تفجر قضية توظيف أموال ب100 مليون جنيه. الشيخ صالح كامل يقول كسرنا الزكاة على الفقر فتحولنا إلى أمة من الشحاتين. وغدا في الشروق، إثيوبيا وأوغندا لا تراجع عن السدود الجديدة في أعالي النيل. والوزير علاء فهمي يقول جهاز جديد لتنظيم النقل والمواصلات
تذاكر ديجيتال مدفوعة مقدما لبوابات طريق الإسكندرية الصحراوي. حكم نهائي بأحقية المطلقين الأقباط في الزواج الثاني، والمحكمة تقول من حق القبطي المتمسك بدينه تكوين أسرة. الدكتور السيد البدوي يسعى لضم رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى حزب الوفد. وامتحان اللغة العربية للدبلوم متوسط وشكاوى من جبر إعدادية القاهرة وطلاب أسيوط يعتدون بالضرب على المراقبين والتعليم تنفي. مدير بورصة الدواجن الأسعار مستقرة رغم استمرار أزمة اللحوم. وغدا في الكرامة تغلغل إسرائيل في القارة السمراء لتطويق مصر. ليبرمان الذي هدد بقصف السد العالي هو مهندس العلاقات مع دول حوض النيل. الكيان الصهيوني من أهم موارد السلاح لإثيوبيا. 3 مليارات جنيه خسائر سنوية لقطاع النسيج. وهاني سرور يطلب وجبات من الفور سيزونز في السجن. وفاصل ونبدأ. الوزير حاتم الجبلي وزير الصحة عمل اجتماع لـ400 من مديري المستشفيات ومديري مديريات الصحة، واتكلم معهم عن السياسة الصحية في مصر. فالوزير قال لازم نلتزم بضوابط العلاج على نفقة الدولة، واللي هيخالف هعلقه. ده كلام وزير الصحة. والوزير كمان قال ان انا مندهش كوزير ازاي ان بعض المستشفيات بتاخد فلوس مقابل ان هي تعالج الناس، او تاخد فلوس مقابل العمليات الجراحية البسيطة، لان المفروض ان علاج الناس في المستشفيات الحكومية والعمليات الجراحية البسيطة بتكون مجانا على نفقة الحكومة. فالوزير مندهش بيقول ده احنا عامل لهم 400 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، وانا مندهش ليه هم بياخدوا فلوس من الناس. ده ما نشره طارق عبد العزيز في الدستور، وفيه نتوقف طبعا بسهولة. كل اللي يسمع كلمة هعلقه طبعا لازم يندهش ان دي تكون لغة وزير بيجتمع مع 400 مدير مستشفى. مش بس 400 طبيب، ده لو بتجتمع مع 400 مريض، مع 400 مجرم، ما نقدرش نقول هذه اللغة المنفلتة. لكن الوزير قال اللي هيخالف هعلقه، وده برضه مش معناه ان الوزير هيعاقب قوي، لان كلمة هعلقه دي كلمة هزار، دي معناها ان الحكومة او الوزارة ربما تكون غير جادة في عقاب المستشفيات اللي هتاخد من الناس فلوس على العمليات الجراحية البسيطة او على العلاج اللي هو مفروض بتكفله الدولة لغير القادرين. والحاجة التانية دهشة الوزير. لما الوزير مستغرب احنا نعمل ايه؟ ان الوزير مستغرب على ايه؟ مستغرب ان المستشفيات بتاخد فلوس من الناس الغلابة. مين اللي مستغرب؟ وزير الصحة اللي المستشفيات دي كلها مسؤولة منه. يعني حاجة تثير دهشتنا احنا واستغربنا احنا، مين مسؤول عن مين، ومين بيحكم مين، ومين بيدير مين؟ واذا هذه المستشفيات ولا هممها وزير الصحة وتشتغل من دماغها والوزير مش قادر عليها، هل ده معناها ان احنا إذاء نظام اداري يمكن احترامه او الثقة فيه؟ الحقيقة من عنوان الموضوع لما الوزير قال اللي هيغلط هعلقه احبطنا من احتمالات الحل. أولادك أونلاين.